السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم جميعا. يعني خروج عن المعتاد النهاردة خارج العيادة، ف عندنا وقت قلنا فرصة نرد على بعض الأسئلة بتاعت حضراتكم. يعني كان في ناس بتسأل على هل الليزك ينفع لكل الناس، أو تصحيح النظر بالليزر ينفع لكل الناس. يمكن سبق جاوبنا الكلام ده، لكن احنا بس حابين نوضح حاجة في المرة دي يعني بسرعة كده. تصحيح النظر او الحصول على نظر طبيعي مش لازم يكون بالليزك، يعني في وسائل وطرق كتيرة جدا. ناس بتيجي تقول انا عايز اعمل ليزك، عايز اعمل ليزر، مش شرط، يعني في وسائل كتيرة. انه الصالح ليك هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. أو والله حد ممكن يناسبه الليزر، حد ممكن يناسبه الليزر السطحي، حد ممكن يناسبه بصمة العين ما نسبوش أي حاجة اللي فاتت، لا لازم نعمله بصمة عين عشان يبقى مستريح بعد العملية. ده لو هو ينفع له الليزر. بعدين في حدود معينة من الليزر الخروج عنها أو إن احنا نتعداها، لا ده مش مظبوط. يعني هي مش رغبة شخصية، لكن هي في الآخر رأي علمي ورأي طبي. طيب ما نفعش الليزر، في حاجات تانية ممكن نعمل. حاجة اسمها زراعة عدسة لاصقة داخل العين في الغرفة الخلفية، ودي عدسة رقيقة جدا ونتيجة هايلة وتنفع في المسافات العالية جدا، قصر النظر الشديد ممكن ينفع فيه حاجة زي كده وتجيب نتائج كويسة جدا. وعمل الليزر في حالة زي دي يؤدي، أولا ما ينفعش طبعا، ثانيا يؤدي إلى نتائج مش كويس ومشاكل. الناس اللي كانت بتسأل على المشاكل، تحصل مشاكل لو تعدينا الحدود الآمنة المتعارف عليها والمنصوح بيها والمعترف من قبل الـ FDA بيها، فدي بتبتدي تحصل مشاكل طبعا. لكن في عندنا حلول أخرى، ممكن نزرع عدسات في الغرفة الأمامية بتاعة العين، ودي برضو بتصلح المقاسات الكبيرة. الرسالة هنا هو اللي احنا عايزين نوصلها، رد على بعض الزوار عندنا في الصفحة، الليزك ده أوبشن أو وسيلة لتصليح النظر، لكن مش هو الحاجة الوحيدة المتاحة لدينا. في تظل النظارة حاجة عظيمة جدا للمعتاد عليها، وتظل العدسات اللاصقة حاجة كويسة جدا جدا، وتظل عدسات شاحن العيون حاجة كويسة جدا برضو للناس اللي بتحبها، تقدر تلبسها في الليل والصبح تستخدم النظارة. كل دي حلول متاحة، ماهوش حل واحد، ومحناش بنوجه ناس لحل واحد. دي خيارات كلها متاحة، وحضرتك بتختار منها اللي حضرتك، احنا بس بنعرفك ان في حلول متاحة وحضرتك بتختار اللي يريحك يعني. وصباحكم فل ان شاء الله، ومحدش يحتاج لأي تدخل جراحي او يعني ربنا يحفظه من اي شيء يعني ممكن يضايقه يعني. شكرا جزيلا، سلام.